السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي من أهم المقالات في موضوع الذكاء الصناعي مع العمارة. يعني على سبيل المثال بتديله مكان، وشوف الجمال إن أنت مجرد تغير الحدود الخارجية للمكان هو أوتوماتيك بيبدأ يوزع الفراغات ويوزع الأساس بتاع المنزل بالشكل دوت. هو بيتخزن في القواعد اللي انت بتشتغل عليها، طريقة تفكيرك، طريقة توزيع، ومجرد ان انت مثلا بعد ما اشتغلت قالك لا كبر صغر تغير، اوتوماتيك كل حاجة تتغير معاك ويحط لك الابواب والشبابيك، وعارف مثلا ان ما فيهاش غرفة ما بقاش ليها ابواب وهكذا، بتبدأ تحط كل القواعد اللي انت عايزها ويبدأ يبرمجها بالشكل ده، سواء بقى خليت شكل دائري او اسطواني او شكل بيضاوي او مربع او شكل غير منتظم، هو اوتوماتيك بيبدأ يعملها. طبعا العمل البحث الجميل دوت عامل كتاب حلو قوي في الذكاء الصناعي والعمارة، وليش شوية يعني ابحاث في الموضوع ده، موضوع مثير بشوية، بس اللي عامل كده في كذا حد ان شاء الله نتكلم عنهم في الفيديوهات، وان شاء الله تنزل مقال او نعمل محاضرة لكل الحاجات الخاصة بربط الذكاء الصناعي.